انطلقت اليوم بطولة العربية الثانية داخل الصالات، وبطولة غرب آسيا داخل الصالات بمشاركة دول العربية القوية، هي منتخب مصر، منتخب السعودية، منتخب السوري، اليمني، منتخب الليبي، منتخب فلسطين، منتخب وبالإضافة إلى منتخب العراق، يعني أنا إذا نسيت دولة. داخل الصالات احنا سبق أن نظمناها في مدينة السليمانية نفس القاعة، وستكون إن شاء الله انتخابات الاتحاد العربي يوم الخميس القادم في يعني بمشاركة أغلب رؤساء الاتحادات العربية اللي قسم موجودين الآن وقسم سيأتون إلى الانتخابات. وهي أعتقد أول مرة اتحاد رياضي أولمبي عربي يقيم انتخاباته بعد الدورة الأولمبية لدورة 4 سنوات قادمة. المرحلة الأولى الفريق العراقي أول كامباوند نساء فاطمة المشهداني، وكامباوند رجال عبد الله فيصل الشيباني، فئة الريكيرف عبد الله علي حمد مركز ثاني، وفئة الشباب عبد الله سعد فئة شباب ثاني. الحمد لله، ومجموعة ثانية إن شاء الله بإذن الله نعزز مكاناتنا من الميداليات بإذن الله. شكرا على الاستضافة، شكرا على الروح الجميلة، شكرا على تيسير جميع الأمور، ما شاء الله تبارك الله عليكم. بلد العراق يعني صراحة فرصة جميلة جدا أن وجودنا فيها في هذه البطولة، وصراحة فرصة جميلة أن تعرفنا عليكم أيضا. أخوي عبد الله طبعا دائما معي في البطولات، هو أخو طبعا قبل كل المنافس طبعا. صراحة بلد جميل، سليمانية جدا أجواءها جميلة، الناس اللي فيها الروح الطيبة، الكرم، الضيافة، شيء مو مستغرب صراحة عن العراقي وأهله. من أحلى البطولات، دائما نصير على نفس الهدف، وألف الحمد لله والشكر، وكلام أكو طيب والأجواء طيبة، وألف الحمد لله والشكر، الله وافقنا بهاي البطولة إن شاء الله. النتائج إن شاء الله، إن شاء الله مختسميها بين العراق والسعودية طبعا. فريق العراق ما شاء الله علينا، كلنا كلش زينين، وإن شاء الله باليوم أيام الجاية إن شاء الله نفوز حتى بالمرتبة الأولى.